وحيون وحيات وحح وحويح وحي كتير وحي بالهبل تلاتة وحي وحيات أمك. بيقولك عمر سليمان لسه عايش ونشرين له صورة هو فرح بنته، إشاعة طبعا. اللي يعرف عمر سليمان يعرف انه مش محتاج يبقى عايش عشان يطلع في صورة فرح. اردوغان قال بالنص ان في صوابع بتلعب في تركيا، سبحان الله، شكلها نشرة طالعة من مكتب الارشاد وبتتوزع في العالم كله. ابو اسماعيل بيقول ان حملة تمرد امريكية، صح امريكية بس مش الحملة. عمرو موسى بيقول ان امير قطر ناصري، وده يا اصدقائي بالظبط الفرق ما بين دماغ الحشيش ودماغ المية. راغب علامة في الحلقة اللي فاتت من عرب ايدول قال ان ربنا خلق فيروز ومش هيخلق زيها تاني ابدا، احلام طلعت فيه وقالت له ربنا قادر يخلق كل شيء. صح، ربنا اللي خلق فيروز هو ربنا اللي خلق احلام، يبقى قادر على كل شيء. للناس اللي بتسأل ليه الاخوان ما راحوش لغاية دلوقتي يحرروا القدس زي ما بيطالبوا طول الوقت، هم ردوا على السؤال ده وقالوا احنا مش هنأمن نسيب البلد في ايد العلمانيين، عشان كده هم هيفضلوا معانا هنا وهيأمنوا يسيبوا القدس نفسها في ايد اليهود. الرئيس مرسي معاه الفانوس ويرجعوا العلمانيين السفله يقولوا علينا خرفان. امال احنا ايه يا عبد الرحمن؟ ايه احنا ايه؟ ها قشطه. دكتور الدايت قال لي تاكل ربع رغيف وبيضه وطبق سلطه مره الصبح ومره الظهر ومره بالليل. قلت له يا دكتور الحكايه دي قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ الو دكتور، اليوم السابع بتقود حمله لضمان الاستقلال المهني بفصل الملكيه عن التحرير، وده طبعا شيء متوقع من صحيفة رائدة زي اليوم السابع كان ليها الفضل انها تبقى اول جورنال يصفر على الانترنت حتى قبل ما يطبع على الورق. قريت تصريح اكيد متفبرك لجورج اسحاق بيقول ان الاسلام هينتهي في 30/6. انا شكيت في الخبر، مش بس لان جورج اسحاق مربي دقن وانا شاكك من الاول ان هو اخوان، لا، لان انا متاكد ان المصريين طالعين دينهم اصلا من 30/6 اللي فات. القوات المسلحه نقلت ورق امتحانات الثانويه العامه في طيارات حربيه، ومع ذلك الامتحانات اتسربت، وده يؤكد ان الطالب المصري هو خير اجناد الارض. انا اول ما قريت تمنيات السيد الرئيس بالتوفيق لطلبه الثانويه العامه قلت الف الف مبروك على المعاهد الفنيه. قناه الحافظ انتجت مسلسل كله رجاله، مفيش فيه ولا ست، بس يا ترى مين هيتفرج عليه؟ اكيد هيفرجوه للطلبه في المدينه الجامعيه بعد ما يشربوهم زيت كافور. اعلان غير مدفوع الأجر، صوتك للمصري أحمد جمال في برنامج عرب آيدل رقم 1.